ما في أحلى من شمس لبنان وبحر لبنان. بدي أذكركم بأساليب الوقاية من هيدا السرطان. كتير مهم وخصوصي بلبنان إنه نحاول نتجنب الشمس خصوصي بفترة الذروة من الساعة 10 الصبح لساعة 4 بعد الظهر، ودايما نستعمل واقي الشمس نص ساعة قبل ما نظهر من البيت، ودايما نعيد استعماله كل ساعتين وبعد ما نخلص من السباحة. إذا منقدر نغطي الأماكن كلياتها المكشوفة ونقعد بالظل كمان بيكون كتير منيح. أما إذا كان عنا أي ليجن أو أي تغيرات بالجلد عم تاخد فترة طويلة لتلحم، أو إذا كان عنا حبة أو تيلولة عم تكبر بشكل كتير سريع عبر أسابيع، أو إذا كان عنا شامية عم يتغير شكلها يتغير لونها بلشت تحكنا أكتر أو بلشت تنزف، دايما لازم نستشير طبيب أخصائي. استمتعوا بشمس لبنان وتذكروا دايما Don't ruin the fun, enjoy the sun but responsibly.